مع يوم التشريق الثاني استعدادا لرمي الجمرات بمشعر منى ومغادرة المتحللين من ضيوف الرحمن للعودة إلى بلادهم، تواصل البعثة الطبية المصرية عملها بمخيمات الحجاج المصريين لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم وصرف العلاج بل ورصد الحالات التي يتم دخولها بالمستشفيات أولا بأول. من بعد رمي الجمرات ان شاء الله بعد الظهر ان شاء الله فريق عيادات كل فريق هيطلع على العياده بتاعته، وان شاء الله هيتم تشغيل العيادات في جميع الفنادق اللي كانت شغاله قبل كده من الساعه 5 ان شاء الله بكره عصرا، النبطشات بتاعتها المعتاده على مدار ال 24 ساعه. بعد كده الفريق الوقائي النهارده كمان هو قام بالمرور على المخيمات اللي فيها اماكن تواجد الحجاج، وتم عمل ندوات توعويه ليهم وتثقيفيه، بالاضافه ان هم تعرفهم باماكن وجود اقامه البعثه. عندنا غرفه الطوارئ كمان بتعمل على مدار ال 24 ساعه هنا واحنا موجودين في منى، واحنا في خلال في منى النهارده وامبارح تم توقيع الكشف الطبي، ترد علينا في العيادات حوالي ما يقرب من 162 حاله ترددوا علينا لحد دلوقتي، كان حالات بسيطه يعني، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم واديناهم العلاج اللازم ليهم. عندنا دلوقتي عدد الحالات وصل 14 حاله، 10 في مستشفيات مكه، والحمد لله بنطمن عليهم بصفه مستمره وحياتهم مستقره وبنتابعهم، ومرضى غسيل الكلوي برضه بيتم عمليات الغسيل الكلوي ليهم في انتظام، وكان فيهم حالات محتاجه غسيل كلوي وعملنا لهم تنسيب في مستشفى المشاعر هنا، مستشفى منى ومستشفى جسر الوادي، وفي عندنا حالتين محجوزين في مستشفيتين هنا في عرفات، وفي عندنا حالتين موجودين في مستشفى منى للطوارئ ومستشفى منى الجسر. الحالات كلها عباره عن حالات بسيطه ما بين صدمه حراريه ما بين ارتفاع بالسكر ما بين شبه جلطه بالمخ نتيجه الاجهاد الحراري ونتيجه المجهود، ولكن الحمد لله الوضع العام الوضع مستقر واحنا بنتابع الحالات باستمرار الحمد لله. كما شهد جسر الجمرات في يوم التشريق الثاني كثافة عددية من ضيوف الرحمن خاصة بعد صلاة الظهر التي واجهتها حملات منظمة من قبل التواجد الشرطي على طول جسر الجمرات، وذلك تيسيرا على ضيوف الرحمن برمي الجمرات الثلاث، والتي انعكست بشكل إيجابي في توفير الأجواء الروحانية للحجاج داعين الله بالقبول. احنا في بلاد مقدسة وبندعي الله سبحانه وتعالى للشعب المصري وللقيادة المصرية كل الاحترام وكل الحب، وان شاء الله رب العالمين بعيدوا عليكم تقول يعني ايام سنين مديده وانتم في احسن حال ان شاء الله. البعثه ممتازه، ناس ممتازه، انا تعبت تعب جامد، شالوني على كفوف الراحه والله والله والله. مكان مش اماكن ممتازه، بعثه ممتازه، فيها جميع الخدمات، فيها جميع الامكانيات، حاجه تشرف كل مصري ان هو فعلا بيشوف ناس على قد المسؤوليه في البعثه. ربنا يوعد كل مشتاق ان شاء الله باذن الله، حاجه جميله وحاجه مشرفه بالنسبه للسلطات المصريه، واحنا طالعين تبع بعثه الحج تبع الداخليه والبعثه الطبيه كمان بتاعت وزاره الصحه، حاجه كويسه وحاجه مشرفه. رغم مشقه الرحله المقدسه الا ان ضيوف الرحمن خاصه المتعجلين منهم في يوم التشريق الثاني انتابتهم فرحه غامره لاداء الفريضه، فالاجر على قدر المشقه. من امام جسر الجمرات محمد حلمي، التلفزيون المصري.